عام 2008 قرر برلمان إقليمي كردستان العراق تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، والذي ينص القانون المعدل في الإقليم على أنه لا يجوز لأي رجل الزواج من زوجة ثانية إلا في حالات نادرة. بالمقابل هناك حملات أغلبها من رجال الدين في الإقليم يطالبون بإلغاء هذا القانون والسماح بالزواج بامرأة ثانية، وهناك من يرى الموضوع في إطار سياسي، وهذا ما يجعل المجتمع الكردي ينقسم إلى قسمين بهذا الخصوص. طبعا ومن المؤسف أن نرى أن تكون هذه المحاولات من رجال الدين الذين هم مهمتهم الأولى أن يحافظوا على السلم المجتمعي، وأن حتى الآن لم يكن هناك خطاب عنف كالذي موجود في هذه الفترة. نحن كمنظمات لسنا ضد الدين ولا ضد العرف والعادة، ولكن نحن نعمل على أن يكون مساواة بين الرجل والمرأة، وقلة الاحترام الآن ليس أمام ضد المرأة فقط، وإنما بدأت تتطور ضد الرجال هم. لهذا نحن نقف ضد هذه القلة وهذه التصرفات المشينة للمجتمع. وبين اختلافات الرأي بين مؤيد ومعارض لقرار تعدد الزوجات، هناك من يرى أن هذا الموضوع موضوع سياسي أكثر من أن يكون موضوع ديني. القرارات السياسية وين؟ مطبخ السياسي وين؟ بيد الرجل. لهذا يعني إذا كان عندك سياسة قيمة على موضوع المساواة بين الجنسين أكيد يتأثر على المجتمع. الوضع الحالي في إقليم كردستان برأيي وباعتقادي مسألة مو متعلقة بدين، ومسألة مو متعلقة بجبهتين، جبهة المرأة وجبهة الرجال. يعني باعتقادي بعض الإنسان يمكن من رجال الدين وممكن من غير رجال الدين يعني يستخدمون أحزاب السلطة بشكل سيء لأجل وضع نوع من الحالة غير المستقرة في إقليم الكردستان. يعني إذا تريد الصراحة هناك مشكلة سياسية الآن في إقليم كردستان، موجود مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل أخرى. البعض يريد الاستفادة من هذه المواضيع، التعدد الزوجات ومشاكل ما بين المرأة وحقوق الإنسان، وخلقها مع مشاكل سياسية. وتشير المعلومات أن عددا كبيرا من الرجال يرغبون في الزواج مرة أخرى ويتوجهون إلى خارج الإقليم ويعقدون قرانهم على الزوجة الثانية في المحاكم رسميا. اليوم المجتمع الكردي ينقسم إلى قسمين حول تعدد الزوجات، فقسم يطالب بإلغاء قانون برلماني كردستان، وقسم آخر يطالب بمنع رجال الدين التصريح أو الإدلاء بالسماح لتعدد الزوجات. عدنا جاف، فضائل التغيير، السليمانية.